القرار هو تتويج لواحد المجهود ديال هيئة الدفاع. ما جاء أو ما ضمن بالقرار هو أثرناه أمام المحكمة، وكنا نتمنى على أن المحكمة تستجيب لنا وأن نسد هذا الباب ديال القرارات الدولية، ولكن للأسف كنا نقف بالساعات لنثير على أن الوضعية القانونية لسليمان روسيني التي هي وضعية الاعتقال، على أنه اعتقال غير قانوني، على أنه اعتقال تعسفي، على أن الاعتقال الاحتياطي هو تدبير استثنائي في قانون المسطرة الجنائي، على أن الأصل أن يتمتع بالحرية، على أن ما تبع به سليمان روسيني لا يمكن بأي حال بأي حال من الأحوال أن يكون رهن الاعتقال الاحتياطي، ولا تجيب لم تجبنا المحكمة للأسف الشديد في جميع مراحل التقاضي، سواء أمام قاضي التحقيق، أمام المحكمة ابتدائيا، أمامها استئنافيا. المحكمة قال لها رأي آخر، وللأسف الشديد النتيجة أننا الآن نقرأ تقريرا مفصلا يصف الاعتقال، اعتقال سليمان روسيني، أنه اعتقال تعسفي من الدرجة الأولى والثانية والثالثة. للأسف الشديد ما كنا نريد أن نصل إلى هذا الأمر، لكن هكذا سارت الأمور. للأسف نحن كدفاع نؤكد على أن الفعل الجرمي المنسوب لسليمان روسيني والذي لا زال بريئا منه لا يمكن بأي حال من الأحيان من الأحوال أن يكون فيه سليمان روسيني رهن الاعتقال الاحتياطي. على الدولة، على القضاء أن يرفع حالة الاعتقال الاحتياطي على سليمان روسيني. يجب أن يتمتع سليمان روسيني بالسراح المؤقت في وضعه الحالي إلى أن يصدر قرار نهائي في الموضوع، مع تحفظنا بخصوص المتابعة برمتها. نظمت العفو الدولية حينما وجدت سنة 1961 وجدت من أجل معتقل الرأي، وجدت من أجل أن لا يكون في العالم أي شخص اعتقل من أجل معتقده أو فكره أو رأيه أو ضميره وراء القضبان. من هذا المنطلق فإننا إذ نتابع قضايا معتقل الرأي في كافة أنحاء العالم بما فيها المغرب، ولنا تاريخ في رصد ما حصل في المغرب سواء في سنوات الرصاص أو بعد ذلك أو الآن من انتهاكات لحقوق الإنسان بما فيها التضييق على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين وأصحاب الرأي، فإننا نحيي ونثمن كل جهد تقوم به منظمات المجتمع المدني وخاصة الحركة الحقوقية في التضامن ومساندة معتقل الرأي. في هذا الإطار يمكن أن أقول أن هذه المبادرة التي نظمتها الهيئة الوطنية لمساندة ضحايا الرأي وضحايا التعبير في المغرب هي مبادرة ذات قيمة. أولا أنها تتيح الفرصة للمتتبعين وللمهتمين وللرأي العام الوطني أن يعرف رأيا صادرا عن هيئة دولية وهي الفريق الأممي العامل من أجل احتجاز التعسفي فيما يخص حالة الصحفي سليمان روسيني. نحن في حاجة إلى أن نستأنس بهذا الرأي كمدافعين عن حقوق الإنسان والاستناد إليه واعتماده في كل نقاش حقوقي حول ظاهرة الاعتقال السياسي في المغرب. من ناحية ثانية يجب أن يكون الفضاء المغربي متسعا لكل الآراء بما فيها الآراء المعارضة التي تختلف مع رأي السلطة أو الحكومة، وأن لا نجعل الرأي المخالف في قفص الاتهام. إننا في أشد الحاجة إلى مغرب ينتصر إلى حرية المواطنين ويجعل المواطن هو بؤرة الاستثمار الإنساني، لا أن نجعله متهما. لا نريد أن يكون الشخص في المغرب متهما وهو بريء، فالبراءة هي الأصل. وربما الكثير مما زج به في السجون المغربية سواء من شباب حراك الريف
وهم لم يحرضوا على عنف ولم يدعون إليه ولم يمارسوه ولم يدعون إلى كراهية، فقط طالبوا بتصحيح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في منطقتهم، منطقة الريف، وخرجوا يحتجون سلميا، فكان أن زج بهم في السجون. لا نريد من صحفي، لا نريد للسلطة أن تلجأ إلى إسكات أصوات الصحفيين وأصوات أصحاب الرأي. كثير من الصحف أغلقت، هذا في الحقيقة ليس جديرا بمغرب خرج من سنوات مظلمة، سنوات الرصاص، غير جدير بالمغرب يجعل أو يعبر أو يصرح أن مسألة حقوق الإنسان ذات أولوية. في هذا الإطار ندعو في منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى تنقية المناخ الحقوقي في المغرب وإزاحة كل الشوائب بإطلاق سراح معتقلي الرأي وفي مقدمتهم الصحفيين والمدونين، ونتمنى أن نكون غدا أمام صفحة بيضاء نكتب في جريدتها، في جرائدها، رأي المواطن دون أن يخاف. كنعاود نذكروا بأنه هذا رأي مهم جدا، ونحمد الله تعالى ونشكره على هذا التوفيق وهذا النصر للحركة الحقوقية الوطنية كلها، لأنه كنقولوا الرأي السابق كان ديال التوفيق و20 اللي صدروا الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، وهذا رأي مكمل قوي أيضا اللي صدر الفائدة الصحفي سليمان الريسوني مع نفس الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، أحاط إحاطة شاملة بظاهرة الاعتقال التعسفي في المغرب، ونقول أنه وضع لها حدا من ناحية المشروعية. يعني كل العمليات والإجراءات اللي كيتم بها الاعتقال للمواطنين والشائعة، نقدر نقولوا أنه وقع التصريح لأنه غير مطابقة في جزء منها القانون الوطني، يعني المسطرة الجنائية المغربية، وفي جزء آخر منها المعايير الدولية. ونعود نذكروا في القضية ديال الصحفي توفيق بوعشرين واللي تأكد دابا مع في هذا الرأي مع بالنسبة للصحفي سليمان الريسوني المعتقلا تعسفيا بجوج، النيابة العامة ما عندهاش الحق تعتقل. إضافة دابا اللي تزادت هو أنه قاضي التحقيق أيضا بصفته سلطة ديال المتابعة ما عندوش الحق يعتقل. وذكرنا في الندوة كيف أن القانون الفرنسي حل هذا الإشكال، واللي حنا كناخذوا تقريبا كاع التشريعات الفرنسية وبما فيها ما يخص المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، ولكن بشكل ناقص بزاف، يعني من الناحية الحقوقية كناخذوا التشريعات الفرنسية وكنعاودوها عندنا، ولكن مع هذا التأخر الكبير هما عندهم قاضي التحقيق لا يمكن أن يعتقل، وإنما يتقدم بملتمسه إلى قاضي آخر سميتو لو جوج دي ليبرتي اي دو ليكزيكيسيون دي بيل، قاضي الحريات وتنفيذ العقوبات، هو اللي كيبت بطريقة تقابلية يعني مع دفاع المتهم. قاضي التحقيق كيقدم الملتمس ديالو، دفاع المتهم كيقدم الدفاع ديالو، وهذا القاضي هو اللي كيشوف واش يعتقل احتياطيا ولا ما يعتقلش. وهذا الشيء كله قابل للطعن، وفيها مسطرة يعني محاطة بضمانات قوية باش ما يوقعش اعتقال تعسفي واعتداء على الحرية ديال المواطنين اللي دائما واخا كيكونوا في مساطر جنائية كيكونوا أبرياء إلى أن تثبت إدانتهم بمقارنة قضائك كتسبب قوة الشيء المقضي به في إطار محاكمة عادلة بطبيعة الحال. إذن هذه من النقاط المهمة أيضا اللي جات في هذا المقرر الأممي. كنزيدوا عليها أن المقرر الأممي قال بأن سليمان الريسوني معتقل تعسفيا من الصنف الأول، يعني بدون أي سند قانوني، ومعتقل تعسفيا من الصنف الثاني لأنه مارس حرية التعبير، ولأنه دون افتتاحيتان يومين قبل اعتقاله انتقد فيها مسؤولين كبار
في المسؤوليات الرسمية، وكذلك انتقد أداء هذه السلطات في تدبير الجائحة، في تدبير القضية ديال حل الطوارئ الصحية بالنسبة لجائحة كوفيد، واعتبروا بأن هذيك الافتتاحية هي السبب الاعتقال ديالو التعسفي، وبالتالي هو معتقل رأي، واللي خلاتهم خلصوا مباشرة بأنه معتقل تعسفيا من الصنف الثالث، أي بدون محاكمة عادلة، لأنه من المفروض ما كانش خص تجرى المحاكمة ديالو نهائيا لأنه عبر على رأيه. وفي نفس الوقت أضافوا عناصر أخرى باش بينوا بأنه لم يحظى بمحاكمة عادلة، منها رفض المحكمة استدعاء الشاهدة اللي كانت لا الجهة التي اشتكت به ولا سليمان الريسوني كيقولوا بأنه كانت عندهم مساعدة في البيت، وكل شيء كانوا كيقولوا راه حاضرة في وقت المزعوم اللي وقع فيه اعتداء. رفض المحكمة بدون سبب استدعاء الشاهدة اعتبرته المحكمة أنه هذا تجني على حقوق ديال الدفاع ديال سليمان الريسوني، وهذه المحاكمة غير عادلة، وبالتالي هو معتقل تعسفيا من الصنف الثالث. هذا الشيء كله قوي بالنسبة للعمل الحقوقي، وبالنسبة للدفاع على هذا الضحايا ديال انتهاك حرية التعبير، والدفاع على المظلومين بصفة عامة، إضافة في الأخير إلى إحالة القضية ديال سليمان الريسوني على المقرر الخاص بالتعذيب، نظرا لما تعرض له من تصويره في وضع مهين وحطم الكرامة الإنسانية.